استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وفدا من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة بيكاس جوشي التي تزور المملكة حاليا في إطار مهامها في إعداد التقرير الدوري حول الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء في الصندوق والتي من ضمنها مملكة البحرين. وخلال اللقاء أطلع حميدان الوفد الزائر على آخر المستجدات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين بمجالات العمل وتدريب الباحثين عن عمل وإيجاد فرص عمل لائقة لهم في إطار الجهود المبذولة لصون حقوق الباحثين عن عمل في التوظيف والتدريب في القطاع الخاص، فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، حيث تم التطرق إلى تفاصيل البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم الإعلان عن إطلاقه يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء والرؤية الاستراتيجية لتنفيذه ضمن النظم والسياسات المعمول بها، والذي يهدف إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى إعطاء الأولوية للمواطن البحريني ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات المعززة للاقتصاد الوطني. هذا وأكد حميدان الاستعداد للتعاون مع صندوق النقد الدولي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.